السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة نتناول السرقة من بدايتها لغاية نهايتها، جنح السرقة والجنايات السرقة وكل ما يخص السرقة هنتناوله، وحتى الدفوع اللي هي تخص السرقة اللي ممكن نقولها في المحكمة. وهنتناول ده طبعا مش في فيديو واحد، لأنه السرقة دي موضوع كبير خالص، هنتناوله في عدة فيديوهات بإذن الله، ده واحد منهم. نروح على طول كده على الموضوع، نخش في الموضوع على طول. هبدأ زي ما تعودنا مع بعض، إن إحنا أنا بقرأ لحضراتكم من الكتاب، وبعد كده بنبسط المعلومة. أركان السرقة، عرفت المادة 311 السرقة بقولها: كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق. كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق. ومن المتفق عليه أنه يلزم لقيام السرقة توافر عدة أركان، وهي: الركن الأول الفعل المادي وهو الاختلاس، الركن الثاني أن يكون محل هذا الفعل مالا منقولا مملوكا للغير، الركن الثالث القصد الجنائي، وهناك ركن خاص كما تتطلب السرقة بواسطة من جرائم سلب مال الغير توافر قصد خاص. قصد خاص زي القتل كده، لما بيتوافر قصد خاص اللي هو نية إزهاق الروح، السرقة برضو لازم لها قصد خاص وهو نية تملك المال المسروق. يعني الحرامي أو المتهم لازم يكون عنده نية إن هو يتملك المال اللي سرقه، يعني ما يكونش مثلا أخذ حاجة من حد علشان يتفرج عليها أو يشوفها كده شوية أو يستخدمها. يعني مثلا لو سرق وليكن موتوسيكل مثلا، أخده عشان يعني هيوصل بيه مشوار ويرجع بيه على طول في نفس، يعني دي حاجة تاني، ما تبقاش سرقة. طالما هيرجعوا مش هتبقى سرقة، يبقى كده القصد الخاص لم يتوافر. القصد الخاص يتوافر امتى؟ اذا توافرت نية التملك، انه خلاص سرق الشيء ده ومش ناوي يرجعه تاني لصاحبه، تمام؟ انما لو في حاجة هيتفرج عليها، يعني واحد مثلا معاه موبايل حديث جدا وبتاع، فحد اخده منه كده يشوفه ويتفرج عليه شوية، ياخد صورة سيلفي لنفسه، سيلفي أو يعني الكلام ده كله، ما يعني ممكن يدخل في إطار جرائم أخرى، واخد بالك؟ لكن ما ملوش علاقة بالسرقة. السرقة لابد من توافر القصد الخاص، هو نية القصد الخاص نية تملك المال المسروق. طب إحنا نشوف كل ركن من الأركان دول، إحنا وضحنا القصد الخاص. هنشوف كل ركن من دول، احنا قلنا ان هما 3 اركان: فعل مادي وهو الاختلاس، الركن الثاني ان يكون محل هذا الفعل مالا منقولا مملوكا للغير، الركن الثالث والاخير القصد الجنائي. بالنسبة لفعل الاختلاس، الاختلاس هو اغتيال مال الغير بدون رضا، يعني اخذ مال الغير بدون رضا. وهنا بيقول لك: والرضا المعول عليه هو الصحيح الصادر عن إرادة مدركة حر، اما اذا انعدم الادراك كما هو الحال بالنسبة للمجنون او السكران او الصغير غير المميز، او اذا انعدم الاختيار كما هو الحال بالنسبة للمكره أو المضطر، فينعدم بالتالي الرضا الذي يمنع قيام الجريمة.
ولا يعد رضاء مانعا لقيامها مجرد علم المجني عليه بحصول السرقة أو سكوته عن التبليغ. وينبغي أن يكون الرضا سابقا على الاختلاس أو بالأقل معاصرا إياه، أما الرضا اللاحق له فهو من قبيل الصفح أو التنازل الذي لا يحول دون المطالبة بالتعويض المدني، ولكنه لا يؤثر في قيام الجريمة، على أن ذلك لا يثير في الواقع صعوبة حقيقية، إنما مواطن الصعوبة هو في تحديد معنى الاختلاس. معنى الاختلاس أي معرفة متى يكون التسليم الشيء إلى الجاني نافيا لفعل الاختلاس ومميزا بالتالي للسرقة عن الجرائم الأخرى المماثلة لها، وبالأخص النصب وخيانة الأمانة. هو بيفترض هنا فروض يعني مش واقعية. أقول لك لازم رضا، يعني الاختلاس أخذ مال الغير. مال الغير ده واحد أخذ من واحد حاجة. طب هو الفرق إيه؟ الفرق بين أن هو يديله الحاجة دي برضاه أو غصب عنه، هي دي السرقة. لو الحرامي أخذ الحاجة بدون علم وبدون إرادة المجني عليه يبقى دي سرقة، إنما بإرادته برضاه متى مش سرقة. هو هنا بيفترض القانون فرضيات، إني مثلا طفل صغير غير مميز أو واحد مجنون أو واحد سكران أو كده أدى للمتهم حاجة. يعني مثلا لو طفل صغير مع مثلا أخذ موبايل والده وطلع بيه في الشارع، فجاب له واحد أو كده وقال له إيه يا حبيبي ده موبايل إيه؟ ده موبايل جميل وحلو ممكن اتفرج عليه، طيب ممكن اعمل بيه مكالمة، طب اتفضل بتاع خده. فده ما يعتبرش رضا ينفي الاختلاس. برضو لو طفل صغير، واحنا كنا اتكلمنا في فيديوهات اخرى عن الصبي غير المميز والصبي المميز، تمام، وقلنا انه فيها في عمر 7 و16 وال18 وال21، اتكلمنا في فيديوهات أخرى عن الموضوع ده بالتفصيل، ولكن على القناة اللي هي خاصة بالقانون المدني. فهو هنا لو طفل أقل من 7 سنين أخذ مثلا موبايل من واحد أخذ منه الموبايل بتاعه أو بتاع والده مثلا وقال له أنا ممكن تديني الموبايل ده، فادهوله طفل صغير، ده ما لا يعني ما يعتبرش رضا ينفي وقعت الاختلاس. كذلك الامر السكران، كذلك الامر اصحاب الامراض العقليه او النفسيه اللي مع ليس لديهم ادراك، كل دول لو ادوا حد حاجة ده ما يعتبرش رضا صحيح تنتفي به واقعة السرقة. برضو لو واحد شايف فلوسه أو منقلاته، لأن السرقة لا تقع إلا على المنقلات، شايفها بتسرق وساكت، طيب يعني ساكت يعني سكوته ده طبعا أكيد ما هوش يعد رضا، يعني بفلوسه أو ممتلكاته أو منقلاته. سكوته ده ممكن يكون خوف، ممكن يكون تجنبا لحصول مشكلة تؤدي إلى إيذائه بدنيا. برضو لو واحد اتخذت منه حاجة ولكن ما كانش يعني راضي والرضا جاء في مرحلة لاحقة، يبقى برضو ده لأنه لازم يكون الرضا معاصر للاختلاس. يبقى احنا كده وضحنا
الرضا، وإيه هو اللي ينفي الرضا وإيه اللي ما ينفيش الرضا. يعني لو طفل واحد لم يبلغ سن التمييز، واحد ما سكران، واحد عنده عاهة عقلية، واحد شايف فلوسه بتتسرق وساكت، ربما يكون خايف، واحد مكره، كل هؤلاء ما إذا اتخذت منهم حاجة ده لا يعد نافيا لفعل السرقة اللي هو الاختلاس. حتى الرضا اللاحق، يعني لو فيما يعني حرامي سرق حاجة وبعد كده صاحب الحاجة دي بعد ما تمت عملية السرقة قال له طب خلاص روح انت، ما انا مسامح فيها او كده، فبرضه ده لا ينفي السرقة، وان كان بيعد من قبيل الصفح يعني، او لكن السرقة وقعت، ركن الاختلاس تحقق. هو هنا في القانون بيدي افتراضات دايما، كتب القانون بتدي ايه يعني، بتدي افتراضات بعضها غير واقعي يعني. يعني بعض الأمور بتبقى غير واقعية يعني. يعني مثلا مين اللي هيدي ولده طفل صغير مثلا موبايل غالي أو بتاع ينزل يعني، إلا إذا كان أخده من ورا والده يعني، لكن ما خدوش برضاء والده. تمام. طيب يبقى إحنا كده اتكلمنا على الاختلاس بكل بساطة. طبعا هو دايما بيبقى في الـ يعني دايما في الاختلاس بتتداخل يعني حاجات عدة جرائم مع بعضيها، عايزين نميزها كده على وجه السرعة بعيد من الجدل الفقهي اللي بتبقى موجود في كتب القانون. السرقة فيها اختلاس، وخيانة الأمانة فيها اختلاس، والنصب كمان فيه اختلاس. تمام. طب إيه اللي بيميز الثلاثة دول عن بعضهم؟ الاختلاس في السرقة بدون إرادة المجني عليه اللي هو صاحب المال. الاختلاس في جرائم خيانة الأمانة بيبقى المجني عليه سلم المال للمتهم، ولكن المتهم خان الأمانة. يعني واحد مثلا أدى فلوس لواحد قال له لو سمحت شلهم لي وديعة عندك، والوديعة عقد من عقود الأمانة، فالراجل ده بقى خد الفلوس على أساس يشيلها. جه صاحب الفلوس قال له لو سمحت اديني الفلوس بتاعتي عشان أنا محتاجها، راح قال له ما عملكش عندي حاجة. يبقى دي خيانة أمانة. يبقى الفرق بينهم إن ده أخد في الجريمة، في جريمة السرقة أخد الفلوس بدون رضا وبدون علم، في جريمة خيانة الأمانة برضا وبعلم المجني عليه، ولكن المجني عليه أدى الفلوس للمتهم مش علشان المتهم يضيفها لملكه يعني تبقى مملوكة ليه، ولكن أدها له علشان هدف معين، زي مثلا ان هو يعني الوديعة او عارية الاستعمال. وهنبقى نوضح الكلام ده تفصيلا لما نيجي لجرائم خيانة الأمانة طبقا لعقود الأمانة. النصب برضو بيدخل معاهم. النصب بيبقى المجني عليه أدى المتهم الفلوس بعلمه وبإرادته، ولكن من خلال طرق احتيالية. يعني مثلا
النصاب مثلا نصب عليه قال له يعني هشغل لك الفلوس دي مش عارف ايه، هنروح هنشتري حاجة وهنبيعها بضعف ثمنها مش عارف، يعني أمور طرق احتيالية. فالمجني عليه أدى الفلوس للمتهم بإرادته، ولكن من خلال طرق احتيالية اتبعها المتهم. يبقى ده التفرقة، يعني من غير ما نخش بقى في يعني آراء فقهية كتيرة ورأي من هنا ورأي من هنا. لا، السرقة لو كانت فلوس، هي دايما السرقة بتبقى على منقولات، سواء منقولات يعني فلوس، يعني والمنقولات الشيء اللي هو بيتحرك من مكانه وله قيمة مادية. فالسرقة بتتم الاختلاس دون علم ودون إرادة المجني عليه. خيانة الأمانة بيتم بعلم وبإرادة المجني عليه، ولكن لهدف معين وهو عقد من عقود الأمانة. في النصب بيبقى بعلم وبإرادة المجني عليه، ولكن بطرق احتيالية. يبقى كده احنا فرجنا بين الاختلاس في السرقة وفي خيانة الأمانة وفي النصب. طيب، يبقى ده الركن الأول من الأركان اللي هي تخص السرقة. احنا قلنا السرقة لها ثلاثة أركان: الاختلاس، وأن يكون محل الفعل مالا منقولا مملوكا للغير، والقصد الجنائي، وقلنا القصد الخاص. يبقى احنا عرفنا القصد الخاص وعرفنا الركن الأول اللي هو الاختلاس. طيب، نروح سريعا إلى الركن الثاني اللي هو أن يكون محل هذا الفعل مالا منقولا مملوكا للغير. هنا لما نرجع للكلام هنلاقي إيه؟ بيقول لك ما يعد من المال مملوكا للغير. يمكن في كلمة القول أن يكون كل مال يملكه الجاني يعد ملكا للغير، ويرجع في تحديد الملكية إلى قواعد القانون المدني، ولا أهمية لعدم الاهتداء أصلا إلى صاحب المال المسروق. هو يعني هو هنا بيتكلم على إيه؟ القانون الجنائي مش قانون مدني. القانون الجنائي مش قانون مدني، يعني هنا هو العبرة في الملكية، مش الملكية الحقيقية. يعني القانون المدني بيتكلم على الملكية، يعني مثلا أنا بمتلك القلم ده، يبقى أنا امتلكته مثلا بطريق الشراء، بطريق الشراء. والشراء ممكن ما يكونش، احنا في القناة بتاعة القانون المدني قلنا انه العقود مش كلها لازم تكون مكتوبة، لان الكتابة ركن في الالتزام مش ركن في العقد نفسه. فبالتالي انا لما بروح اشتري من المكتبة قلم زي ده، في الواقع انه ده عقد، ولكن العقد ده عقد شفوي غير مكتوب. وبالتالي انا بناء على هذا العقد، ان انا رحت سألت صاحب المكتبة القلم ده بكام بكذا، اديته الفلوس وخدت القلم وروحت، يبقى ده كده عقد بيع بيني وبين صاحب المكتبة. ده فيما يخص القانون المدني. لكن فيما يخص القانون الجنائي، هنا احنا مش بندور، يعني ممكن يكون الحرامي نفسه لما جه يسرق واحد المجني عليه، المجني عليه ممكن هو ذات نفسه يكون حرامي. هو ذات نفسه ممكن يكون حرامي، بمعنى ايه؟ بمعنى انه هو المتهم راح يسرق من المجني عليه موبايل، وممكن المجني عليه هو نفسه يكون سرق الموبايل ده من واحد تاني. يعني حرامي سرق حرامي. فاحنا هنا في القانون الجنائي غير القانون المدني.
القانون الجنائي مش بيدور في مسألة الملكية، هو له ظواهر الأمور. ممكن يثار هذا الأمر أمام محكمة الموضوع، ويثار في إنه هو والله المالك للمنقول ده مش المجني عليه، وإنما المالك ليه فلان الفلاني، وبالتالي المجني عليه هو اللي سرقه، والمالك الحقيقي ليه هو فلان، وبالتالي المالك الحقيقي بيصفح أو بيتنازل عن حقه. ده ماشي، ده وارد، لكن لو الحالة دي أو الصورة دي لم تتحقق يبقى إيه الوضع؟ الوضع إن إحنا في القانون الجنائي لينا الظاهر. لينا الظاهر، إيه الظاهر؟ الظاهر إن هو ده الراجل ده مع الموبايل المجني عليه، وجه المتهم سرقه، فبيفترض فيه إن هو مالك الموبايل. أما إنه الموبايل ده هو سرقه المجني عليه من شخص آخر، دي مسألة بقى ممكن تكون محل نقاش في المحكمة. يبقى زي ما قلت لك، مسألة الملكية بتاعة المنقول أو عدم الملكية دي إذا أثيرت أمام النيابة، فالنيابة طبعا باعتبار إن هي عليها عبء الإثبات في المجال الجنائي، عليها عبء إثبات إنه الـ يعني المال ده مملوك للمجني عليه في الحالة دي ولا لأ، وهي اللي بتشوف يعني إذا أثيرت. إذا أثيرت أمام محكمة طبعا يبقى برضو إيه، بنشوف بنقدم الأدلة، لكن إن لم تثار فإحنا بناخد بظاهر الأمور. ظاهر الأمور بيقول إيه؟ بيقول إنه المتهم سرق المجني عليه، أما المنقولات مملوكة للمجني عليه أو لأ فده قصة تاني، دي تبقى إما تطرح أمام النيابة، يطرحها دفاع المتهم أمام النيابة، أو يطرحها دفاع المتهم أمام المحكمة. يبقى ده بالنسبة إنه يكون مال مملوك للغير. في هنا نقاط يعني بتتقاطع مع حكاية إنه إيه مال مملوك للغير أو مملوك للمجني عليه. في بعض الحاجات اللي إحنا لازم برضو نلم بيها، هي بعيد عن الجدل الفقهي بس برضو يعني لازم يبقى عندنا الفكرة عنها. زي المال المباح، المال المباح هنا بيقول لك المال المباح هو ما لا هو ما لم يكن مملوكا لأحد مطلقا، ويمكن أن يكون ملكا لأول واضع يد عليه، كالطيور البرية والحيوانات غير المستأنسة والأسماك واللآلئ في المياه وغيرها. يعني هو هنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك انه في بعض اموال الله اكبر الله اعظم الله لا اله الا الله شكرا. فهو بيقول لك انه في اموال مباحه. يعني ايه اموال مباحه؟ يعني اموال ما حدش يقدر الادعاء بان هي مملوكه. يعني مثلا انت مملوكه لي او حتى مملوكه لاي حد. يعني لو حضرتك من هواه الصيد ومعاك الصنارة بتاعتك ورحت بتصطاد سمك، هل ممكن يجي بتصطاد من النيل، يعني هل ممكن يجي واحد يقول لك السمك اللي في المياه ده ملكي او ملك حد قريبي او لا؟ او حتى رحت اخدت صنارة وبتصطاد في البحر. يعني انا لما بروح في اسكندرية بلاقي ناس كتيرة واقفين على الكوبري، كوبري ستانلي، وبيصطادوا. فالصيد ده يعني السمك ده من الأموال المباحة. وبرضو كل ما يوجد في البحر من خيرات، يعني ممكن في لآلئ في البحر، لو واحد غطس في المية ونزل وجاب لؤلؤة وجه، اللؤلؤة دي الحقيقة إن هي مال من الأموال المباح، كلها دي أموال مباحة.
ما يبقى احنا كده اتكلمنا عن الاختلاس، وعن انه مال منقول مملوك للغير، واتكلمنا عن القصد البنائي الخاص. ان شاء الله في الفيديو القادم بإذن الله تعالى هنتحدث، هنتكلم على صور اخرى من صور المال، زي المال المتروك. المال المتروك يعني مال كان مملوك لحد وبعد كده الشخص ده سابه أو تخلى عنه فأصبح مالا متروكا، علشان يبقى نغطي جزئية المال دي إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله ألقاكم في الفيديو القادم على خير وسلام بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.